طب انا عايزه اسال سؤال، مفيش ست في الدنيا بتحب الشوكولاته؟ مفيش كلام، بيجيب لك شوكولاته بجيب لي كل حاجه كل حاجه؟ اه والله. طب ايه اكتر حاجه بتحبيها لما بيجيبها لك؟ هو عارف ان انت والله ما بتحبيها. في حاجه انا بحبها الا لما بفوجئ بيه انه جاب يقول لي انت بتحبي الحاجه دي. انا عارف ان احنا النهارده هتاخد عين يعني هوزين اطباق. الله اكبر الله اكبر. بكره الخميس. ربنا يستر يا رب. بكره الخميس على ام يلا. طب يلا احنا عرفنا، يلا نغني للشوكولاته اليوم بقى. لا تجيب لي شوكولاته لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. لا تجيب لي شوكولاتة لا بلاش يا ولا. أيوة. روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. مجابني على الزراعي والشمس حامية علي، مجابني على الزراعي والشمس حامية علي، قال لي اطلبي يا صبي، انا قلت شوكولاته اه يا ولا. لا تجيب لي شوكولاته لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. الشوكولاته ساحت راحت مطرح ما راحت، الشوكولاته ساحت راحت مطرح ما راحت، كل البنات ارتاحت وانا عايزه شوكولاته اه يا ولا. لا تجيب لي شوكولاته لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. عندي فستان بكل فيه وجزمة حمرا تحفة، عندي فستان بكلفة وجزمة حمرا تحفة، يروح كله ويخفي وتجيني شوكولاتة آه يا ولا. لا تجيب لي شوكولاتة لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. اديني شوكولاته لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا لا بلاش يا ولا. هنتكلم على ايه؟ على حلاوه الغنوه ولا على حلاوه المناغشه ولا على استبداد الست يروح كله ويخفى ويجيني الشوكولاته؟ نتكلم على ايه طيب؟ اوامر اوامر. الله اكبر. يعني هو ممكن الحاج شفيق يجيب لك بطاطا وتقولي له لا روح رجعها انا عايزه مش عارفه ايه، انا مش عايزه، ولا يعني كتر خيرك يا حبيبي طبعا الشوكولاته والبطاطا الاثنين مع بعض يعني ممكن ترديه بالحاجه ولا ترضي باي حاجه؟ ده الا جوزي ما يرجعش، يرمي الحاجه وما يرجعهاش، يرمي الحاجه هو مش عايز يرجعها. بس انت بتزعلي؟ لا لا مش بزعل، اقول له انت جايب لي حاجه من غير مايك بقى كده، جايب لي حاجه انت جايب حاجه انا ما بحبهاش، يقول لي اللي حصل بقى مش هرجع حاجه وما يرجعهاش ويزعل وانت تزعلي. هي من وجهه نظر انا كويسه بس هي من وجهه نظرها وحشه. طب ايه اجمل هديه جابها لك في يوم من الايام؟ اجمل هديه عجبتك وفرحتي بيها قوي قوي؟ اي حاجه بجيبها فهي حلوه مش لا لا اكيد في حاجه كده هي اللي لا حاجه حاجه حرام انت لسه قايله هو ممكن بدا يقلق اللي هو بدا يقلق والله مش هحاول بقى خلاص. الله اكبر. يا رب والله انسمني وبنكبر وبنعمل كل حاجه. قيمه حاجات قيمه زي ايه الحاجات القيمه؟ شنطه شيك جدا من باريس محترمه. رجعتيها من باريس؟ ايه ورجعتيها؟ لا رجعت هرجعها باريس. لا امال ايه ما كانتش عجباكي؟ لا حلوه والله. طب واحلى حاجه جابتها لك هي الحاجه فاطمه ايه بقى؟ هي كفايه، هي انا مش عاوز حاجه غير والبنات الحلوين. البنات كفايه هي دول بقى كل حاجه بيجيبوها لي يعني. طب انت ليكي اسم دلع بيندهك بيه في البيت؟ اسم الدلع بتاعك ايه؟ لا مفيش في اسم دلع انت بتناديني في البيت فيها تندهلها لها تقول لها ايه؟ حاجه انا بقول لها حاجه. لا طب قبل ما تحج قبل ما تحج كنت بتنده لها تقول لها ايه؟ حاجه ان شاء الله. فطومه جميله. فطومه طبعا عرفنا ان انت بتغني معاها دويتو بقى من الحاجات الكلاسيكيه والله ساعات كده. وطبعا ما هو لازم الملحن لازم يغني. يلا هو لازم عشان يحفظ ال طب يلا يا حبيبي امسك الملحن. وملحن طبعا ومؤلف عظيم فيعني وملحن ومؤلف. انا ممكن حاجة كده بس قبل ما نخش في غنوه تانية بعد اذنك يا منى، انا عايزه اعرف كواليس الشوكولاته دي اغنيه غنتها برضو السندريلا سعاد حسني طبعا مين اللي غناها وقلبت الدنيا، فبقت الاغنيه دي في بين نارين،
فاطمة عيد بجمال طبعاً أدائها وصوتها ومسلسل كسر الدنيا. إحساسك بقى لما السندريلا غنت الغنوة؟ بالعكس فرحت جداً بجد. أصل هي مش مطربة على عيني وراسي طبعاً، هي كشاملة وصل إحساس جميل. يا روح قلب عليك. هي عمار الشريعي ولا كمال الطويل الأغنية؟ لا عمار الشريعي وكمال الطويل. كلمته لما غنتها عليهم هم اللي عملوا الأغاني مع بعض، كان في خلاف بينه بقى عشان كده. أيوة يعني عمار بيقول أنا اللي عمل، أنا يعني وكمال الطويل طبعا كل هو وهي دي كانوا هما الاثنين مع بعض. خلاف ليه بقى؟ ايوه الخلاف كان عشان الفنانه سعاد حسني طلعت مره ببرنامج وما ذكرتش اسم عمار الشريعي. عمار الشريعي قالت كمال الطويل اللي ملحن زعل كمال الطويل. عمار الشريعي عمار الله يرحمه زعل، وكان اسمه زي الطبل طبعا، فتقوم انت تتنكري وما تحطيش فاتتها يعني، فاتتها هي غلطه مش مقصوده، لان هي كانت تقدره جدا كفنان وكراجل. طب انت كلمتيها تبارك لها بعد كده لما عملت هو عشان التاريخ يعني عشان الموضوع ما كلمتهاش، بس هي فرحت ان انا كنت بغني. موضوع الغنوه دي بالذات كان لها غير يعني حاجه طريفه يعني. هو كان لما حصلت المشكله دي انا بقى كان كنا ايامها مع الاستاذ محسن جابر في طبعًا عالم الفن بالظبط، فبقول له ايه رايك لو فاطمه تغني شوكولاته وخالي البيه والعروسه، ما احنا العروسه دول كانوا اصلا معمولين صلاح جاهين عاملهم لفاطمه مش عاملهم لسعاد حسني، كانوا معمولين اصلا مكتوبين لفاطمه، بس لما جينا نقدمهم قال لك انا مش عاوز اشتغل مع الشركه ديت، انا لو شركه تانية اقدمه فيها. انا زعلان مع محسن، فركنهم لما جت المسلسل راح مقدمهم في المسلسل للمرحومه سعاد حسني. فلما جينا بقى بقول له، فانا قلت له ده استاذ محسن طب ما دي ده اللون بتاع فاطمه ده، دول ودول اصلا بتوعنا من الاول، فايه رايك لو تغنيهم؟ قال طب ناخد راي عمار الشريعي، راح ماسك التليفون وانا قاعد مكلم عمار، يا عمار ايه رايك في؟ قال له خليهم يقولوا حالا دلوقتي انا اسجل لهم الاغاني دلوقتي على نفس المزيكا بتاع سعاد حسني. اتابيه بقى الحكايه كان في وعين مع بعض، كان في دروب هو كان القصه بتاعتك يعني، فقال لك تعالوا بسرعه عشان تسجلوا البتاع، واحنا الكسبانين كجمهور سمعناها هنا حلو وسمعناها هنا حلو، فروحنا سجلنا 3 اغاني واتذاعوا بقى، عملوا ضجه كبيره جدا جدا.